الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له اشهد ان محمدا عبد رسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فإن الله تعالى أهل النكاح ونادى بينه وحرم الصفا وأوعد العذاب العليم عليه فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم من فضله الله واسع عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه النكاح سنتي من أحب سنتي فليتقي الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الولود فإني أباهي بكم من يوم القيامة ثم أن النكاح سنة الأنبياء والشهر العولية وجنة الأبقياء استغفر أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون صدق الله العظيم.